ياه، ساعة واحدة لحقوا يتخانقوا. ألو دكتور إحسان؟ وبعدين بقى في حكاية الدكتور دي، ده أنا هتبرأ من دكتوراه عشان تبطلي تقوليها. وأنا يا ستي بقى مكتوب عليا أفضل طول النهار أجري وراكي. اتصلت بيكي في الموبايل لقيته مقفول. أصل ما أنتش عارف، النهارده كان يوم خالد وأنيسة. رجعتهم لبعض يا سيدي بعد ما اتطلقوا، حاجة كده زي حسن ونعيمة. طب ده خبر كويس. طبعًا. أنا ساعات كنت بغير منه لما أشوفه مهتم بيكي. خالد وأنيسة دول أنا اللي مجوزاهم، وأنا اللي كنت برجعهم لبعض لما يتخانقوا. وبعدين حكاية الغيرة دي بقى، احنا كنا في ايه ولا في ايه؟ انت اصلك مش قادرة تستوعبي حاجة لحد دلوقتي، مش قادرة تصدقي ان في احساس ممكن يستمر السنين دي كلها. ده من ايام الجامعة يا انت. احسان، الله، اخيرا سمعتها. بص بقى، انا عايزك تسمع الاهم، انا مش عايز اخلق ازمة مع عبلة تاني. انت ناسي اللي حصل في شرم الشيخ؟ أنا عايزك تهدي الأمور شوية. لحد إمتى بس؟ الحل أبسط بكتير مما تتصوري. اسمع ما أقولك، إحنا نعلن خطوبتنا. لا لا، خطوبة إيه دلوقتي؟ لا مش بالسرعة دي ولا بالطريقة دي، يعني إديني فرصة شوية بس. هي عبلة، ويكون حتى مر وقت على موت أبوها. إديني أنت بس الفرصة أعوضها عنه وعن كل اللي راح من حياتكم. هند، أنا هعلن الخطوبة، وبعد اسبوع هتطلعوا معايا سويسرا. بقى انا اقول لك نهدي الامور، تقولي نسافر سويسرا. تنسيت حكايه الصور؟ الناس لسه فاكراها، وعبلة كمان. هي حاجه من الاثنين، انت عايزاني زي ما انا عايزك ولا لا؟ ايه سكتي ليه؟ خلاص، اذا كنت مش عايزه تقولي رايك دلوقتي، انا يا ستي هديكي فرصه عشان تقرري، بس اوعدك ان انا هفاجئك بحاجات كتير عشان اعرف. تعرف ايه؟ انت لسه عايز تعرف؟ انت متصور ان ممكن اتكلم مع اي حد بالطريقه دي يا احسان؟ يبقى تسيبيني بقى اتصرف وعلى مسؤوليتي. هتلاقي نفسك مره واحده طايره في الفضاء والارض من تحتك بعيد بعيد قوي. انت تعرفي بقى انك وحشتيني. تصبح على خير. ظهر ان مشوارك معاه مش هيبقى سهل ابدا يا هند. انت غفير الزفت. تعال قوموا يا جناب العمده، انا اشترك طول العربيه عندي مشوار مهم الصبح. فرقاني عبد القادر بيه، ما اقدرش احفظ القضيه وفي اسئله كتير ما تردش عليها. وهي الاسئله دي على قد انا وبس. كان شريك معاكم وكان له نشاط تاني وعملاء وكان ليه علاقات لا مؤاخذه مش مظبوطه مع شبان. قال له ثم حضرتك سبق والغفر ابلغوا انه كان على اتصال بالاستاذه هند علام الصحفيه. ليه؟ ما هو ده اللي ما نعرفوش واللي المفروض هي تجاوب عليه. وقبل ما ينطخ على طول، ما هو كان عنده. بس الست اللي بتتكلم عنها دي انضربت بالرصاص بعد منه على طول. ابحثوا بقى يا باشا، كده يبقى في سكه تانيه غير سكتنا، سكه محدش عارف لها سر. وبعدين يا باشا، انا بقى منظري في البلد كده غريب، مصالح الخلق معطله، وانا ايديا متربطه مشلوله. سيادتك، احنا عندنا مؤسسه دوليه واخده موافقات على مشروع تنموي هيفيد الخلق في الناحيه وفي البلد كلها، بس انا كده مربوك. ومصالح الناس كانت تهمك صحيح يا عمده؟ عماد بيه، هو انا لا مؤاخذه متهم بحاجه تانية وانا مش عارف؟ كفايه كده النهارده يا عمده، الكلام مفتوح لسه ما بيننا، وتقدر تفضل تشوف مصالح الناس ومحدش منعك يا عمده. يا سلام، لبن جاموسي ابن جاموسه بصحيح. يا سلام،
ان شاء الله بينا الشيح عشان نلحق. ودي تيجي القهوة يا ستي. قهوة ايه يا شيحة؟ مش بقول لك الحمدة مستني وصول احسان بيه، والست هند سمعته وهو بيكلمه في التليفون ليلة امبارح. طب وايه المناسبة؟ معرفتش منه ايه حاجة؟ هنعرف لما نروح. بصراحة هو كان مربوك على الاخر. احسان بيه؟ العمدة واللي ربك واكتر واكتر مكالمة احسان بيه. ماشي. قصه بيخاف من احسان بيه قوي. ما هو احسان بيه يتخاف منه برضه، راجل كباره وحلاوه، دي غير انه غني ياما. بس احسان بيه يجي مع الست ليه؟ من امتى الست هند كان بيجي معاها حد؟ ما هم اكيد جايين بسبب يعني العك اللي عكوا العمده في النيابه. ايه؟ وايه اللي حصل في النيابه؟ ايه؟ مش عارف يا شيخ اللي حصل في النيابه. قال ان العيق كان عندكم. كذاب في اصل وشه. والعيق يجي عندنا ليه؟ بأمارة ايه؟ ما هو الكلام ده اللي قاله الغفر في النيابه. وهم كده قالوا الكلام ده من نفسهم؟ ايوه طبعا يا ستي. امال يعني يا عم العمده هو اللي هيقررهم على الستين ده برضك؟ ايه انت بتهزر يا شيخ؟ انت شايف ايه؟ ما تلمي يا ستي بالقهوه بسرعه، احسن كده هيوصلوا وانت مش هتعرف حصل ايه. ولا يا شيح، قول للست هند تيجي، احنا قاعدين مستنيينها في الدار. ما نشوف الاحوال. لا خلاص سك على القهوه، يلا بينا احنا نلحق. قسما عظما لا انت شارب القهوه. خلاص. بقول لك ايه يا شيح، يعني انت ممكن تشاركني في الاجزخانه يعني بعد ما سابني شعبان يا شيخ؟ يا شيخ راغب ده انت حبيبي، امال يعني انا هشوفه خيلي بيك واقف اتفرج؟ حس كده بقى، انا ممكن اقول لك الاجزخانه كلفت كام لغايه دلوقتي، ولا اقول لك نتكلم في السكه؟ السكه على القهوه يا ست، هنتكلم في السكه. فين ام عليا بيه؟ حالا من عناية استقدريك. صباح الخير. يسعد صباحك. أتاري بقى يا أخويا عبد القادر نزل من بدري بدري على البندر، جرجرت الواد في الكلام، عرفت إيه؟ جاله استدعى تاني. أحسن خليه يلف حوالين روحه. بس معقولة حكاية العيق دي اتلعبكت معاه للدرجة دي؟ ما طول عمره بيطلع من أي مغرز زي الشعرة من العجين. بس المرة دي بقى شكل الكبار اللي هو وصل لهم ساحبين إيديهم منه. لا قول انت اليغمه اللي كان داخل عليها، الكبار اللي مالهمش فيها استخسروها فيه وسلتوا ايديهم منه، ما بقاش عنده غير النوسان، والنوسان انجر وراه في التحقيق بحكم ان شريك زيه للعاي. طب واحسان بيه بكل هيلمانه كده مش هيعمل له اي حاجه؟ شكله برضه سلت ايديه منه. يلا ربك على الظالم. المهم خلينا في اللي ورانا الوقت. بقول لك ايه يا شعبان، انا عايزك تعمل افتتاح للاجزخانه دي اكبر من اي فرح اتعمل في مصر. ما بلاش التكاليف دي كلها يا ادريه، احنا هنوضبها كويس ونمونها حلو. ولا يهمك يا حبيبي، من الف المليون. انا عايزك كبير، وعايز عبد القادر يتفرس اكتر ما هو. الست هانم والباشا بره يا ست ادريه. هانم مين وباشا مين يا مخبلين انت؟ ازيك يا ادريه يا حبيبتي الغاليه؟ اهلا يا باشا. اهلا يا باشا. عبايه يا باشا. انت كمان يا حبيبتي. نعم يا باشا. الله الحمد لله انك انت بخير. الحمد لله. طلع كلام الشيخ قرد صحيح. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمك. ايه ده وجايبه الغالي ابن الغالي ابن عمنا اللي مشرف عيله كامل؟ اهلا وسهلا. لا وصاحب الفضل علينا، امال ايه؟ لا لا فضل ولا حاجه. بنتي يا شفيق. يا دي النور يا دي النور، الحمد لله على السلامة يا استهان. ازيك يا شفيقة؟ تسلمي وتعيشي. بقول لك ايه يا بيت، روحي هاتي لي حد من حدا البهايم، عايزين نذبح. لا لا يا أدرية مفيش لزوم للذبح. يوه يا حبيبتي، هو انت رجعتك بالسلامة قليلة؟ احنا اصلا مش جايين عشان نقعد يا أدرية، احنا جايين في زيارة سريعة كده وهنمشي على طول. لا هتفضلوا معانا لحد الأجزخانة الكبيرة ما تفتح بتاعة الدكتور شعبان. والله كويس انكم هتفتحوا اجزخانه كبيره هنا. لا هنا ايه، دي يفتحها الشيخ قرد، دي اجزخانه شعبان الكبرى اللي في وسط الميدان اللي في ميدان الجيزه. صحيح. طب دي اخبار كويسه قوي. مبروك يا شعبان. الافتتاح امتى بقى؟ قريب ان شاء الله يا دكتور، وحاجه تشرف. خلاص من دلوقتي انا بوعد ان احضر ان شاء الله. حلو قوي. طب والاستاذه؟ اه طبعا اكيد اكيد هحضر، بس أدرية تبقى تبلغني قبلها بالميعاد.
امال عبد القادر فين؟ هو خرج من بدري. الشربات يا ست هند. عملتي طيب يا بنت، اقل ما فيها. امال فين الكلام؟ جاي وراي. طب خليه يسحب بهمتين ويذبح. من يا قادريه قلت لك مفيش داعي للحاجات دي. يوه اجري يا بنت. بركه رجوعك بالسلامه يا حبيبتي. خلي الغلابه ياكلوا على حسك يا غاليه.